إذا وقعت النجاسة على الثوب كلتي باللباس كبرا باندي نجاسة وغر زيدا فماذا أصنع؟ سوى كما بيا أخذ المكان اللي نزلت عليه النجاسة هكذا؟ نعم دا نجاسة زي كبرا داسي باراني سما أرش عليه الماء فأغيب وبشن دما وأعصر هكذا أو داسي بيز بيخما وهذا يكفي أو دا كافي دي هذا إلا المذي دا مجر مزي ما هو المذي مزي ستوي هو سائل ليس له لون كلمة دا السائل دي لك أوبا هو لون رنج نشتدي يخرج عند التفكير عند التقبيل كرجة إنسان بشهواتك سوتش كي أو ياخكل أول كي نعم نجس دا نجس دي ناقض للوضوء أو دسمة تون كذي لابد أن تغسل الذكر والخصيتين البيضتين حتى ينقطع لا يخرج لازم خبر دا چې خپل ذکر او شاوخوا چې کم دغه دی دغه باید وینځل شي چې دا راوزی اذا نزل على الثوب او على السروال يكفي ان ترش الماء فقط کچرتا پرتوګیا لباس باندې دا پریوزی دا کافی ده چې هغه باندې اوبه وشیندل شي اكرمكم الله الكلب اذا ولغ في الاناء يعني يشرب باخراج اللسان کسبه چرتا یو لوخی کی هغه جوټه وای هغه سب کسکی او جبر او باسی لابد ان یغسل الاناء سبع مرات اولهن بالتراب لازم خبر دا چې دغه لوخه به وزل وینزل کیږي اول زل چې کم دغه په خاور باندې وینزل کیږي اذا اخذ الثوب مثلا وضعه في الغساله هذا يكفي وزياده والله اعلم او کچر دا کپڑے وین دا په غساله کې ماشين کې واچل وینزل دا کافی دی ان شاء الله تعالی نعم لكن اذا مثلا كان في دوره المياه ونزل على ثوبه شيء من النجاسه ياخذ طرف الثوب هكذا يرش الماء ويعصر يكفي هذا ويخرج يصلي ولا يضر بقاء اللون او الريح والله اعلم او كجرت حمام كوي كپڑے گنده شوي نو دک کافی ده چې ما غزيره واخلي هغه ما دی وبوشین دی او ویز بخي صفای کی کدا غیر رنگ او غیره پاتی نو غس ضرر نکي ان شاء الله تعالی نعم.